ما شاء الله ما شاء الله، هذا من أحسن العسل طبعا. على أنا ما بقى شفت المزرعة، بس بيقولوا كويس عسل إسباني. اللهم صل، اللهم استغاث، قدر المستطاع بنحاول ناكل شغلات صحية. هذا هون بابونج بكرش، يعني دلة، مع اختلاف الثقافات دلة من البابونج عم نشربها. بعدين بناكل بيض، ناكل صحي. اللي بده مني فلوس أنا عندي 50 ريال لآخر الشهر، الله المستعان الله المستعان. أنا أكثر واحد، أفقر واحد أخلاقيا وأفقر واحد ماليا، يعني نسبة للمصاريف اللي عندي، بس الحمد لله بنحاول نساعد الناس بالوقت بأي شيء. وأنا أكثر واحد بحاول أساعد نفسي. يا أهل العالم كلكم أثمار شجرة واحدة وأوراق غصن واحد. نتذكر دائما أنه إحنا عائلة واحدة، وربنا هو هو رب الكون، هو اللي بيحبنا أكثر شيء، هو خالقنا، هو أبونا الكبير. اللهم صل، اللهم استغاث. اليوم عيد مميز، ويوم مميز، وتاريخ مميز، ونحن نحترم احنا جميع الأعياد من حبنا لله، من حب كل الناس. أدنى مراتب الوجود قلنا الجماد اللي هو الوطن، الممتلكات، السيارات، النجوم، الشمس، الألماس، الذهب. بعدين بيجي عالم العصفور والبلابل ما شاء الله هذا صوته كتير حلو. بعدين قلنا بعد عالم الجماد عالم النبات اللي هلأ عم نسقيه. بعدين بيجي عالم ما أحلى الورود، ما شاء الله ما شاء الله، هذا كمان صوته. عالم الحيوانات لازم كمان نحسن لهم. بعدين بيجي عالم الإنسان اللي احنا مفروض نحسن لعالم الإنسان، مختلف أطيافه، يعني أهل، جيران، أصحاب، أعداء. من حبنا لله، من حب كل الناس، قدر المستطاع نحاول نكون من المحسنين، من المتقين، ونذكر أن الله يحب المحسنين، أن الله يحب المتطهرين، أن الله يحب الصابرين. الصبر أنواع، المحسنين إحسان أنواع، التقوى أنواع، التطهر أنواع. أكرمكم عند الله أتقاكم. الدعاء بغير القدر، الدعاء مناجاة مع الله، الدعاء نوع من أنواع الصبر. الحمد لله في كل الأحوال. وإن اليوم عيد مميز، عيد رضوان. احنا نحترم كل الأعياد، كل الناس. أنت تريد، أنا أريد، والله يفعل ما يشاء كما يريد. أنت تظن تعرف الحقيقة، أنا أظن الحقيقة، وإن الحقيقة عند ربنا. بس أكبر عيد هو الحصول على حب الله ورضائه. اللهم صل، ونتذكر الآيات الكويسة، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الذين آمنوا وعملوا صالحا فلهم جنات تجري من تحت الأنهار. نتذكر إنه هناك في جنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بال أحد. حنجلس مع أولادنا وأحفادنا وأجدادنا والأولياء وإن شاء الله كمان الرسل في أعلى جنات خلد الفردوس. الله يطول في أعماركم. هنقرأ دعاء لشفاء الناس من جميع الأمراض، ودعاء لوالدي محمد مهدي يكسل وجميع الناس اللي راحوا، الله يلاقيهم أعلى جنات خلد الفردوس. تاريخ اليوم 28/4/2024، تاريخ مميز لمحاربة نفس أمارة بالسوء، تاريخ مميز لتشجيع النفس أمارة بالخير. يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عن سواك، إنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر إفضالك، وتدخله في جواي رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم. اللهم استغاث، اللهم استغاث. اللي بآمن بربنا يآمن، اللي ما بده يآمن على كيفه. أنا أول واحد مش مؤمن، مش مسلم. ياريت أكون مسلم، ياريت أكون مؤمن، ياريت أتحلى بالصفات الأخلاقية. فدائما بنقول قلبا طاهرا فاخلق في يا إلهي، سرا ساكنا جدد في يا منائي، وبروح القوة ثبتني على أمرك يا محبوبي، وبنور العظمة فشدني على صراطك يا رجائي، وبسلطان الرفعة إلى سماء قدسك عرشني يا أولي، وبأرياح الصمدية فبهجني يا آخري، وبغناء طلعتك القديمة نجني عن دونك يا سيدي، وبظهورك ياتك الدائمة بشرني يا ظاهر فوق ظاهري والباطن دون باطني. من حبكم جميعا، ونجاحكم هو نجاح لإلي في الدنيا والآخرة. ما شفناكم بالعين نشوفكم بالقلب، ما شفناكم في الدنيا نشوفكم في الجنة.